اكيد سينفذ بشكل مباشر. كوني او جميله جميله جدا، والهدف الاول لفائده فريق الوداد البيضاوي في مطلع بدايه الشوط الثاني. الدقيقه 48 شاهده الهدف، ضربه ثابته تعطي الامتياز لفائده فريق الوداد البيضاوي. اذا هدف يزيد من بروده الطقس على الفريق اولمبيك خريبكا على جماهيره. هدف صعب 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 جدا، وتسديده موفقه جميله جدا من طرف اللاعب باكاري كوني يعطي الامتياز بالشكل المطلوب. كره ترتفع يعني فوق حائط الصد بشكل مميز، ثم يعني مباشره في شباك حمزه بودلال نتابع اعاده وضعيات. اذا بدايه الشوط